مرحبا يا صبايا، كيفكن؟ طمنوني عنكن، شو اخباركن؟ ان شاء الله تمام. اليوم جيت معكن بفيديو جديد غير عن كل الروتينات طبعا. شوفوا الله يبعث الخير التلجات. هيك عندي انا المنظر، هيك فتحت لكم شوي الشباك لتشوفوا التلج عندي. هيك بس لنزل هاي مشان تشوفوا التلج والمنظر. الله يبعث الخير يا رب، الله يبعث الخير، الله يبعث الخير يا رب. شايفين التلجات ما احناهن غير شكل والله. ايه بقى المهم يا صبايا، انا معكم هلا بهالمطبخ ماشي، بس لظبط الستاند. اليوم ماما كان جاي على بالها، يلا نجي عبالي. شو رايك؟ قلت لها لعيونك يلا. ها والله زبطتهم. هون نقعد كاستين رز، هون نقعد كاستين رز. ما بعرف انتو الكاسات اللي عندكم، انا نقعدها مثل هاي. قدر هاي الكاسة الستانلس اللي عندي بهي بنقع انا الكاسات. المهم هون نقعد كاستين رز مصري للحشي. هون هون بقى فرمت جرزة بقدونس، جرزة طلعت هالقد تمام. انا كتير بحب الخضرة فيها لليالنج كتيري تمام. شايفينه لسه عم بتصفي تمام. نعملنا هيك مشان تصفي اكتر. نشيل هدولي، انا مستحيل لاقي شيء على انتو كيفكن؟ طمنوني عنكن، شو اخباركن؟ انا كتير اشتقت لكم كتير 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 كتير، وبدي رحب المشتركين الجداد المشتركين القدامى. بحبكن كتير 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 عن جد. وهيك بدي همتكن يا صبايا، بدنا نوصل لتلت آلاف مشترك. يا رب يا رب يا رب يا حبايب قلبي، وان شاء الله الكل عقبال ما نصل للتسعين مليون مشترك يا رب. بجاه السميع العليم حبايب قلبي. هلا هون بدي افرم البندوره والبصل. طبعا البندوره هيك بتدوب طبعا تمام. بقى نحن ما حنكبرها كثير بس، وما حنصغرها كثير. شايفين كيف؟ طبعا لانه هي اولتها واخرتها بدها تدوب. ها بقى نحن حنعملها هيك طبعا. ونقيت عندي البندورة المستوية لأنه البندورة القاسية ما يعني ما بتزبط للحشي، عرفتوا؟ بتضلها ما بتستوي، بتضلها هيك فيها قرشة. بقى أنا حأعمل جهدي لأنها هي مستوية كتير، إنه ما زغرها ما نعمها يعني. هيك بتدفي كمان بتفتل. شايفين انا عندي كيف مرطب كتير المطبخ، خصوصا لما بسكره. شايفين هون الشبابيك كمان، هون شوفوا هون هيك شايفين هيك. انا هحاول بعد شوي الستاند نزله، ما بعرف اذا هيك تمام. تمام هيك تمام. ايه والله انتو كيفكم بالبردات؟ ان شاء الله تمام. هيك الله يفرج هم كل مهموم ويرجع كل غايب لأهله يا رب. ان شاء الله هيك عجبكم الفيديو اللي نزلت لكم اياه امبارح. عن جد في بنوتة قالت لي انه اسمها يمكن بسمة لولو بظن. ايه بقى قالت لي انه اذا فيكي تختاري عنوان للفيديو بيكتر المتابعين. وشكرا لنصيحتك يا حبيبة قلبي. طبعا انا مو من الناس يلي بنتقد، انه والله يي شو اسمه نصحتني هي ليكي وشو عم تتفلسف. انا بعرف يعني بعرف هيك، فهمتوا علي بظن. ايه انا ماني هيك والله، لا انا بقبل النصيحة يعني، حتى من ماما بقبل النصيحة.
اي والله يعني شكرا لك حبيبة قلبي عن جد فتيني عن جد دخيل قلبك يا بسمة كليلة. اي والله بقى هنا يا سبايا عم بفرم البصلة مشان هلا دغري لفه. هون الورقات اللي عندك اذا بتتذكروا لما صورت لكم الموسيقى الكرتوني اللي جايب لي اياها جوزي بقطع الكهرباء اذا بتتذكروا الفيديو هذا قلت لكم انه ابن عمي جاي على باله لفه جبره قلت له تكرم عينك انت ما بدك اللي تمام بقى هالمره اجى على بالنا نحن انا وماما اجى على بالنا شو يا بنجي ايه والله بهالثلجات الله يبعث الخير يا رب. ايه هلا حفظتيهم هون هدول طبعا بدي اغسل الصحن. بس دقيقة شوي لأنه أنا هيك ما بستحكم بشتغل بالمي والسقسقة أنا كتير لأنه عندي هون رطوبة كتير عندي رطوبة أنا هون. أي والله أنتو شو طابخين شو عاملين امبارح روز عاملة كانت مثل أوزي سراب أوزي هيك أنت شو عاملين شو طابخين؟ هلا هون أفرم هي البصلة كمان لأنها طيبة بتجي بس ما بعرف إذا بفرمها كلها ولا نصها. أنا ما بستحكم بصراحة أفرم على إيدي بفرم على الدفة ما بستحكم خصوصا هذا الأصبع هذا الأصبع كمان طقلي ابني طبعا مو هو طقه أنا اللي طقيته. إيه بقى جيت بدي أمسكه عم راحت إصبعتي كلياتها ب شو اسمه ب اللهم صل على سيدنا محمد بالخشبة تبع تبع الطاوله شفتوا؟ ايه والله بقى كلياته هلا لهلا حسيته عم بيجعني يعني ما عم بقدر انه زاير عليه. ايه والله الحمد لله رب العالمين على كل شيء. هيك نخلطه هلا هون من بعد ما خلصت طبعا ما بعرف هلا بشوف هي اذا بدنا اياها او لا. هلا هون من بعد ما خلصت انا قلت لكم يمكن هديك المره انه عندي منزوع البراد بقى لا تعيبوا على منظر المجلى لانه عن جد الاكل برات البراد لانه اول شيء الشو عندي بارد يعني ما عم نكثر كمان اكل مشان ما ينتزع حرام. بقى هون سلقنا فورنا على البرقات طبعا هدول اللي بيجوا اللي ورجيتكم اياهم المطربانات مطبوسين بدون تفوير بدون شيء تمام. ايه بقى فورتهم ماما هيك الله يعطيها الف 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 عافيه. خليكم معي لنروح شوف ماما. ايه يا صبايا وهلا رجعت لكم طبعا من بعد ما انتقع الرز وخليته لحتى ينتقع كتير منيح. بقى هلا حطبق اليالنجي طيابته طبعا سلامت معرفتكم اكيد بتعرفوا انتو. هيك طيب حامض ومالح يعني غير شكل بيجي. ايه يا صبايا بدي هيك اسألكم سؤال تمام. هلا انه اذا حدا شي صبيه هيك بتحب مثلا تحكي لي قصه احكيها مثلا انا بال احكيها مثلا فيديو تمام يعني نعطي نصايح لبعض احكي لهم قصه يعني احكي لكم قصه البنت اللي بدها تقدم لي
المشكلة تبعها أو شيء، يعني كتير حلوة هالفكرة. كمان يعني يلي بيحب، ما بعرف بتوافقوني الرأي ما بتوافقوني الرأي، يعني كتير في هيك قرايبين عم بيقولوا لي إنه ساوي هيك رهف كتير، يعني تغير شوي من قناتك كذا. قلت لهم نشوف. أوكي ما بعرف شو أنتو بتحبوا اللولي، يعني هيك كتير بتجي تغيير عن الروتين. طبعا أنا وعم بحكي لكم مثلا القصة، أنا وعم صور لكم طبعا فيديو، بنحكي مثلا قصة، بنحكي شيء، ما بعرف أنتو شو بتحبوا اللولي. لولي طبعا هون رجعت فضيتهم، ما وسع الجاط. هلا حخلي ماما تحط ملح، هي بتحط ملح، هذا ملح هملايا كتير ظريف وبيعطي طعمة. طبعا أنا حاطته بمطربان غيره، وححط ملح الليمون كمان، هيك بيعطي كمان حموضة أطيب. ملح الليمون كمان كتير يعني بيعطي حامض، الحامض تبعه أكتر من الحامض الليمون الحامض. وهون يا صبايا من بعد ما حطيت المكونات، طبعا حطيت الملح وحمض الليمون مثل ما قلت لكم، والزيت طبعا زيت زيتون وزيت القلي، خلطتهم مع بعض يعني عرفتوا ايه. فهلا حبلش لف ورق العنب من بعد ما فورناهم. يا عيني والله طيبة أكلة اليالنجي، مين بيحبها مثلي؟ أنا روح قلبي، أنا كنت أعمل كوسة وباذنجان كثير طيبة، ما بعرف أنا بحسها طيبة بس ماما ما بتحبها. نمدوقهم. يسعد لي مساكن يا صفايا، وهي من بعد ما لفيت اليبرقات، والله هي شوفوا لي شي ناهي ولا لا، شوفوا على هاللفة. شوفوا 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 شوفوا، تعيشي وتساوي يا أمجاد. يبرقات يا صبايا، اليالنجي صار جاهز، ان شاء الله فيها العافية على قلوبنا وقلوبكم يا رب. والله شوفوا لي على هالمنظر، يعني عن جد شوفوا لي شي ناهي. شوفوا 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 على هالمنظر. طيبه